أمنياتنا أنه يعم السلام في المنطقة، أن نسترد جثامين الشهداء. أمنيتنا أنه يحل السلام ويبعد اليهود عنا ويزيل الاحتلال إن شاء الله. تحرير كافة الجثامين المحتجزة، تحرير الأسرى، تحرير أراضينا، استقلالنا الوطني. سود السلام بجميع الدول وينسوا شغلة الحرب وما الحرب هذه، ويعيشوا زي ما كيف دولة سويسرا عايشة زيها، بتهتمش بالحرب، تهتمش إلا إيش بتطور الإنسان ورقي الإنسان وشغلات زي هيك. الشعب الفلسطيني إن شاء الله بتحرر وبيعمل دولته المستقلة اللي بيحلم فيها. الناس تروح وتيجي لأنه الناس تعبت، الناس وضعها على الآخر، مسكر إسرائيل والناس العمال الله بيعلم شو وضعها. أمنياتنا إن شاء الله يفتحوا الطرق، ما يضلوش مغلقين، بس إن شاء الله السلام يعم المنطقة كلها، وربنا يهدي البال يا رب للجميع. إن شاء الله يكون الأمور كويس وأفضل من عام 2022 يا الناس. حالة الاقتصادية هي متعبة جدا يعني يا رامي، وإن شاء الله تكون الأمور أفضل من 2022. أهم أمنية لنا في عام 23 أن نسترد جثامين الشهداء، لا نريد أكثر. تحرير الوطن هذا أمنية كل الشعب الفلسطيني، ولكن نريد أن نريح قلوب الأمهات الباكيات في منتصف الليل الداعيات أن يستردنا جثامين أبنائهن. إنه الله يغير هالحيل ويهدي بال الناس ويحسن هالوضع، الأسرى يطلع منها السجون، فلسطين يتحسن وضعها شوي. الله بنتمنى تكون سنة جديدة وسنة راحة بال وهداية بال إن شاء الله على الأمة العربية والإسلامية، وربنا يعني يحل أمور كل الأمة الإسلامية وربنا يوحد الأمة بإذن الله تعالى. هذا هو نيات إن العالم تصير كويسة ويحبوا بعض، والحقد وكل إشي يروح من قلب العالم.